وصلوا إلى العاصمة صنعاء إلى ميدان السبعين. أحييكم رجالا ونساء على هذه المشاعر الطيبة الفياضة وعلى تمسككم بالشرعية الدستورية. تحية للملايين، تحية لجماهير 2006 وهي هذه جماهير 2011 تظهر من جديد مثل ما ظهرت في 2006. هذه جماهير شعبنا تقول كلمتها نعم، نعم للشرعية الدستورية، لا للانقلابات، لا للفوضى، لا لقتل النفط المحرمة. اننا ندين وبشدة، اننا ندين وبشدة الحادث الذي حصل عصر يوم الاربعاء عندما تحركوا من حي الجامعة الى مدينة الثورة الرياضية، لا يحتلوا مدينة الثورة الرياضية ويعتدوا على المعتصمين المؤيدين للشرعية. وكيف رأيتم وهم يسحبون الشيوبة ويدسعونهم؟ لا يحترموا الدم ولا يحترموا الشاي الكهف ولا يحترموا الشباب، هؤلاء القتلة. فلندينهم جميعا، فلندين قطاع الطرق، فلندين الخونة إدانة كاملة. لا للخونة، لا للعملاء، لا للخونة، لا للعملاء. تحية لكم مرة أخرى يا جماهير شعبنا اليمني العظيم في كل مكان، في كل عزلة، في كل قرية، في كل مدينة. نعم هذه جماهير 2006 وهي تظهر من جديد في 2011. نعم للشرعية. تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.